الاهلي يفوز على الاسماعيلي 1-0 ويقترب بشده من درع الدوري العام. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن. فوز غالي. مبروك ثلاث نقاط يريحوا اعصاب جماهير النادي الاهلي. تعبان. وكده بقى يا كابتن اسامه كده ايه؟ هرجع لك واقول لك الحوار اللي بينك وبين كابتن عادل. مبروك الدوري. لا لسه. انت كده انت كده معايا. لا. لسه بقى. على الورق انما ال انما بعد المباراه النهارده الحقيقه خلاص يعني. بس ليه الفوز كان صعب؟ ما في مش صعب ولا حاجه. احنا في الهاف تايم قلنا ايه؟ لازم يبقى في زياده عدديه جوه ال 18 بتاع الخصم اللي انت بتلعبه، مش النهارده، ده امبارح وبكره واي مباراه واي فرقه انت بتلعبها. لازم يبقى عندك انياب هجوميه وشراسه وانت بتلعب الكرات العرضيه، انت سهل جدا مع كل الفرق وسط ملعبك واطرافك بيوصلوك، بتلاقي 300 كره بالعرض، ولكن الراجل اللي هو بيسبق المدافع بخطوتين او بيروح على الاولانيه وحد تاني بيعمل سويتش يقطع على الثانيه، اللي هو اللعب العادي جدا اللي احنا بنلعبه من قديم الازل اللي الفرق كلها في العالم بتعمله، انت ما عندكش غير فرود واحد بيتحمل كل الحاجات دي. ولكن هنحلها ازاي؟ انت فاكر في الافتام لما جبتوا لي الجول بتاع بتاع عبد القادر اللي عدى نتكلم فيه، انا اقول لك ده يجي الراجل بيتحرك منين؟ من شادو، ما حدش شايفه خالص، شبح شبح رايح، الكره بتجيله بكل ارتياحيه بيبعت. انت عايز كل ماتش كورتين ثلاثه من دول ليس الا كويس، ولكن عندك انت بعض العناصر بتنزل طعم الفريق بمحمد فخري كويس، في حاله حسيت ان هو ممكن ينزل بدل ديانج لان ديانج واخد انذار، فراح مطلع قفشه في القفشه في الوقت اللي كشف فيه الفرقه وبيلعب ان بتوين وبيعمل ثرو باس وبتاع، هو الراجل بيبقى عنده حاله من خارج الخطوط شايف احتياجات حاجه معينه جوه الملعب. قلنا على خالد عبد الفتاح انه ما كانش موجود الشوط الاولاني في الشكل الهجومي، كان احد اسباب الهدف لما جه دخل في جوه ودخل بيرتشيتاو في العمق، كره عرضيه عاديه جدا جت وتردت وراحت لقفشه وقفشه عماله بالعرض، راحت من راس واحد لخالد عبد الفتاح لعبها بالعرض، بتقابل اتنين تلاته من الاحمر، بتقابل اي حد في كل مباراه، ما عندناش مشاكل خالص في اي مباراه. عشان كده انا بقول لاسامه يعني باذن الله والحمد لله خلاص المهمه بقت سهله جدا، انك انت بس اللعيبه يبقى عندها دافع الاشتراك في نهائي الهجمه. شو هتتكلم على فنون اللعبه النهارده؟ شوط في شوط كتير جدا، عرضيات في عرضيات كتير جدا، محاولات على المرمى كل الناس النهارده محاولات على المرمى، ولكن مش بالشراسه الهجوميه والانياب اللي بتحسس حتى الفرق اللي قدامك ان هي خلاص من اول 10 دقائق مسلمه لك، بتجيب جول تقدر تجيب الجون والتاني والتالت. وبرضه لما بتبقى بتلعب مع فرق الحقيقه فرقه يعني فرق خارج حدود الخدمه خالص، الفرق بتبقى واقفه قدامك يعني انت اللي بتتسبب في الكونتر اتاك على نفسك، انت ربيعه ومحمد عبد المنعم هما الاثنين اللي عاملين الهجمتين اللي جم عليك، الفاول والكره اللي راح الراجل راح وصححها محمد عبد المنعم، يعني ما حدش ابتكر عليك حاجه، ما حدش عمل عليك الشيء الصعب، انت اللي دايما بتضرب نفسك بالكاونتر اتاك على نفسك، انت اللي بتيجي تعمل كور قصيره تتقطع الناس وانت هاجم بكل خطوطك يقدروا يعملوا عليك سرعات في الناحيه الثانيه. وفرقه الاسماعيلي عندها قلنا اللاين فيرود بتاعهم من اسرع الناس، ما عندكش اي مشاكل خالص في اي ماتش. انا ليه كنت عايز اكسب ان شاء الله والحمد لله على المكسب النهارده؟ لان انت متاخر الماتش اللي فات من غير اهداف، وهتيجي النهارده كمان من غير اهداف، هتخش ببؤره ايه؟ ها؟ عدم ثقه الاهداف، دي في الكوره دي معروفه. انا راجل لو ما جبتش جون زي محمد شريف النهارده او قرب النهارده او ما جبتش كنادي الاهلي الجول هبقى عليا ضغوط الماتش اللي بعده، واللعيب عليه ضغوط والفرقه عليها ضغوط والدنيا والجماهير هتفضل تقلق وعندنا شواهد وعندنا حاجات كتير احنا ما بنحبش نتكلم فيها يعني. ولكن خلاص ادام انت الحمد لله احرزت هدف، رجعت تاني لعادتك العاديه جدا، طبيعه امكانياتك جوه الملعب واضحه النهارده، استحواذك انا اتحدى النهارده الاستحواذ ده على الاقل 70% ده على الاقل يعني. ف كل فنون اللعبه النهارده كانت تفيدك حتى بالمستجدات اللي نزلت في الملعب زي فخري وكريستو وحسين الشحات،
يعني عندك تجديد، عندك ريفريش، بتدي للملعب طاقة تانية كبيرة جدا، تقدر تخلي لك مساحات على خط 18 الخصم، تنوع. الراجل الباير محمدي فقد أعصابه خالص والسيطرة، ويعني وما كانش ليه لازمة أي احتكاك. الراجل عليه ضغط جامد جدا، فرقة الأهلي كلها بتضغط، يعني الفرق اللي بتلعبك بتيجي في وقت من الأوقات بتقول إيه خلصوا بقى، يعني عايزين نخلص. لو ربنا إدانا هدف وتعادلنا أهلا الحمد لله، ما إديناش خلاص بقى كفاية وكده كويس. أحمد عادل عبد المنعم كان كويس النهارده، كان موفق، كان الحقيقة عنده شخصية، وقف شال حاجات يعني كانت تقدر تبقى أهداف يعني. ف هارد لك فريق إسماعيل النهارده، مبروك النادي الأهلي، ونعتبر إن دي خطوة كبيرة جدا طبعا في احتفاظنا بإذن الله بالدوري العام، في استعادة درع الدوري العام. أنا ما يعني ما ما إن شاء الله احتفظنا بيه من عدد ما احنا خدناه يعني، فيعني نرجعه تاني ورجوعه تاني إن شاء الله للجزيرة مكانه الطبيعي بإذن الله ربنا. ألف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. كابتن علاء ألف مبروك، فوز مهم جدا للنادي الأهلي وفوز غالي، بيقربك من حسم البطولة مبكرا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أيمن. مباراة ما بين فرقتين لكن الدوافع مختلفة شوية، فريق عايز يكسب عشان خطوة مهمة للدوري، وفريق بيحاول ينجو من شبح الهبوط. لكن هي كل الكفة كلها كانت قبل المباراة لصالح النادي الأهلي في كل حاجة، في كل الخطوط، في أداء الفريق، في شكل الفريق، في الحالة البدنية بتاع الفريق، الحالة الفنية، حالة لعيبته، كلها بتصب في صالح النادي الأهلي. لكن كل ده احنا مستنيين تترجمه لأهداف. يعني كل الكلام ده قبل المباراة كويس قوي، خلال الشوط الأول اتكلمنا وقلنا ايه الأخطاء الموجودة، وبدأنا الشوط الثاني برضه كان كل تفكيرك انك عايز تجيب هدف. الهدف بيريح لعيبتك تماما يا أيمن، مش قلق على البطولة على فكرة خالص، لكن انت عايز تجيب هدف تريح، انت تستريح كمان، وجماهيرك اللي عند مش عايز اقول جماهير قلقانه، جماهير النادي مش قلقان على البطوله، مش حكايه قلق، بس عايز تخلص زي ما قال الكابتن. ايوه بالظبط، عايز تخلص بدري يعني لما طلع من تعادل ولا قدر الله تعادل تاني ولا حاجه، انت يعني وصلت، انت اصل انت وصلت جماهيرك ان هي طمعانه في الدوري بسرعه من بدري. اوعى تكسبها انت كده. بالظبط، ما انا بقول لك انت اتعودت بقى خلاص. انت طمعت جماهيرك ان هي مساله وقت، فعايزين ادام مساله وقت فالاهلي بيكسب فنخلص من بدري. فده اللي حصل النهارده. لكن هي مباراه فنيه مش اعلى حاجه كويس، لكن الامور بتقول لك او المؤشرات بتقول ان مع الوقت الاهلي هيجيب جول، بس امتى؟ انت خايف ان الوقت يعدي منك زي وفرصه فرصه فيوتشر وتلاقي المباراه بقت تعادل. لكن النهارده الامور لحد ما مختلفه شويه، النهارده في سرعه اكتر من فيوتشر، في تفكير اكتر من فيوتشر، في سرعه في الاداء، في سرعه في تفكير نفسه. اللعيبه مش في احسن حالتها خالص، لان برضو انا مش عايز اضغط عليهم، بدنيا مرهقين جدا، ذهنيا كمان، لكن الى حد ما الحاله الفنيه اعلى شويه من فيوتشر. النهارده بيلعب فريق بيجاهد بكل ما اوتم القوه على اساس يبعد عن شبه الهبوط، يعني عمل مجهود عالي جدا في الشوط الاول، وكان متوقع انك تلاقي مساحات في الشوط الثاني. هو بدنيا عمره ما هيجاريك بدنيا، الفريق اللي بيدافع اكيد هيجي عليه وقت وهيتعب. والاسماعيلي كان كل كلامه وكلموا عليك كباتن كلهم، كابتن شريف واسامه وعادل، ان هيلعب على ويغلق المنطقه كويس قوي، بيلعب على الكور طويله للثلاثي الهجومي. لكن لحد امتى هيلعب كده؟ هو كان بيلعب على كره واحده بالظبط، واحده تعدي اجيب جول ويبدا يعني يلعب على 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 النتيجه دي. لكن ما حصلش فرص كتير للنادي الاسماعيلي في الشوط الاول خالص. الشوط الاول خرج تعبان، بس 0-0 بالنسبه له. طب من 45 دقيقة كمان يبقى هو خرج بالمباراة زي ما هو عايز، لكن النادي الأهلي لا، أنا بلعب على مكسب، بلعب على هدف، فضاغط وبيحاول لحد ما جه الهدف. يمكن كان نفسه كرة محمد شريف تدخل جول، وأنا برضه، بس هو يعني محمد مجدي السلام بتاعه حلو قوي، استعملها جامد شوية، هي مش يعني أنت كل ما تقرب لحارس المرمى لازم مزبوط. تبقى الدقة، لازم مزبوط. تستعمل بطن رجلك مزبوط. لكن هو عايز يضمن، هو عايز يضمن قوي يعني، هو عايز تيجي جول، فعايز جول فاداها قوه. هارد لك ممكن على فكره تضرب في بطن العارضه تخش جول، لكن هارد لك لمحمد. لكن على فكره هي بالنسبه له مش سيئه الحمد لله، المباراه خرجت بثلاث نقاط مهمين جدا، ده الاهم، دايما بص الاهم بالثلاث نقاط، الثلاث نقاط بعد كده مهمين دول بتضيع اي حاجه بعد كده يا ايمن. خلاص الحمد لله، احنا عايزين زي ما بقول لك انا
انا مش عايز هجمات ومش عايز انا عايز المهم، انا عايز النتيجه. نتيجه النهارده انا مرضي، الهدف تحقق، بس جت ثلاث نقاط انا بالنسبه لي مرضي. مش هتكلم على الاداء، يهمنيش الاداء الوقت، مش عايز اداء، انا عايز اكسب المباراه. صحيح. ادائي مش وحش يعني، انا مش عايز اقول لك يعني عشان الكلام ما تفهمش غلط، اسماعيلي ما كانش احسن مني خالص على مدار المباراه اطلاقا، لكن انا عايز النهارده الاهم خش في ايه، في اللي هو العنوان، المباراه تكسب ولا تلعب. وانت النهارده كسبت، والى حد ما لعبت وهددت وضغطت، وكان شكلك متغير من الشوط الاول والشوط الثاني، ودي حاجه تحسب للعيب. الشوط الاول كان حاجه، الشوط الثاني لا، زي ما قلت لك الشوط الثاني يا ايمن بين الشوطين لا، هتلاقي الضغط اعلى، هتلاقي بدور على الهدف بسرعه، والهدف الحمد لله اتحقق. نادي الاسماعيلي بعد الهدف خلاص وما عندوش حاجه يعني يبكي عليها. في شويه عصبيه شويه من باهر، لكن باهر يعني عصبي، لكن انا مش موافق ان محمد هاني يروح له. صح. خالص اطلاقا. محمد هاني انت ليه تروح؟ ما تروحش لباهر. باهر مغلوب 1-0 يعني، فريقه في موقف لا يحسد عليه، هو مشدود ومتعصب، لما حاله زي دي ما روحش حتى لو هو غلطان. هو اتصرف بطريقه خاطئه بصراحه. ثانيه واحده، انا بقول ايه؟ حتى لو هو غلطان، باهر غلطان وكلم جماهير الاهلي بطريقه وحشه يعني، معلش مهما كان. انت طبعا بتحب النادي الاهلي وبتحب جماهيره، لكن ما تلاقي حد في الموقف ده هاني ما تروحش خالص، سيبه، لان هو اكيد متضايق، ان هو حتى بعد كده بدا يهدى حتى في الكوره. انا قلت راح يهديه يعني، لا واضح ان هو كان رايح بيلوم ان هو بيكلم جماهير النادي الاهلي، لكن هو حتى في اخر لقطه ما اتكلمش الجمهور بتاعه. لا ما يروحش يا كابتن شريف. يعني لو انت مكانه مش هتروح طبعا. يعني لازم يبقى عينك برضو على شعور اللاعب المنافس، وبعدين ده لعيب نادي الاسماعيلي، هو والاسماعيلي في موقف وحش جدا جدا، فهو غلط في الجماهير ماشي يعني، متعصب والنتيجه بالنسبه له مش احسن حاجه. حتى باهر بعد كده هدي في اخر كوره مثلا، لو جبتها هو وحسين اخر كوره، لا راح خفى على حسين ورجع مع بعض يعني هدي، لكن بعدها لازم هاني. وهاني على فكره مش طبيعي، من نوعيه اللعيبه المحترمين جدا، طيبين جدا، مش بتاع مشاكل. هو يمكن عايز يروح يهدي باهر من يعني حاجه من جواه، لكن هي لازم يبعد شويه عن باهر. لكن في النهايه ثلاث نقاط مهمين جدا جدا. صحيح. جدا الحمد لله. هنبص على مباراه الاتحاد، اجابات النهارده، انا اجابات النهارده كتير اكتر من فيوتشر بكتير، ان المكسب دايما حلو، حتى اما كولر هيجي يتفرج على المباراه ويتكلم او يقيم المباراه، اعتقد هيبقى اهدى شويه في المؤتمر النهارده، هيتكلم اكيد النبره تبقى احسن. ثلاث نقاط انت كنت محتاجهم، مش عشان انت موقفك صعب لا 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 خالص، انت ثلاث نقاط عشان ها نخلص، جمهورنا يبقى مبسوط النهارده بثلاث نقاط، عشان انا عايز الخطوه الثانيه يبقى خلص. الحمد لله تخلص البطوله ان شاء الله. فالحمد لله ثلاث نقاط مهمين، الف مبروك النهارده. ويعني اعتقد اللعيبه النهارده عملت اللي عليها، مفيش حد بخل بحاجه، ونتيجه على فكره طبيعيه لمباراه النهارده. اكيد الحمد لله رب العالمين. هنروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد برحب بيك كابتن ايمن وضيوفك الكرام، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي يحقق المطلوب ويحقق ثلاث نقاط جديده ويصل رصيده ل 72 نقطه. بعد المباراه معنا كابتن سامي قمصان مدرب عام الفريق. كابتن سامي الف مبروك، ثلاث نقاط جديده مهمه جدا في سباق البطوله، واعتقد حققتوا المطلوب من المباراه النهارده. الحمد لله. تحيه طبعا لكابتن ايمن وضيوفه، ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، وخطوه تقربنا اكبر نحو اللقب اللي بالنسبه لنا هدف كبير جدا. مباراه صعبه، الفرقة كلها بتقاتل عشان النقطة يعني. اعتقد فرقة الزمالك فرقة الاسماعيلي النهارده كافحت وعملت اداء دفاعي كويس، لكن الحمد لله كان عندنا حلول وعندنا فرص، الحمد لله قدرنا نستغل واحدة منها ونحقق ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا. كابتن سامي، يعني مباراة فيوتشر التعادل وما كانش في وقت على طول يعني 48 ساعة، وجيتوا اسكندرية وعندكم مباراة بعد 48 ساعة، يعني قررتوا خلاص ان شاء الله المعسكر ممتد لما بعد ماتش الاتحاد، هتتعاملوا ازاي خاصة الاجهاد واضح جدا على الفريق؟ ده طبيعي، انت في نهايه موسم، انت لعبت بطولات كتيره جدا، انت بدايه الدوري وبعد كده لعبت بطوله افريقيا وكاس وكاس العالم، فكثافه كبيره جدا من المباريات، الراجل بيحاول يتغلب عليها من الروتيشن اللي بيعمله اللعيبه. اعتقد النهارده الحمد لله، يعني النهارده خالد بيأدي بشكل كويس،
النهارده قفشه بيأدي بشكل كويس، شريف رجع تاني مستواه، يمكن محتاج بس الثقه اللي هو يسجل هدف عشان الثقه ترجع له تاني. فاعتقد الحمد لله عبد القادر برضو حاول النهارده، وبيرسي نفس القصه. لكن خلينا نقول برضو ان اللعيبه برضو يعني طبعا في تعب النهارده، ان بتتكلم كل 48 ساعه مباراه كبيره، يعني في فرق بتقاتل عشان تبقى تفضل في الدوري الممتاز يعني. فاعتقد بشكرهم طبعا على الجهد دوت، لكن عندنا خطوتين ان شاء الله نقدر نحسمهم، ان شاء الله ونقدر نحسم لقب الدوري باذن الله. جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى له مفاول السحر، يمكن احسن استقبالكم بشكل اكثر من رائع النهارده، تقول له ايه؟ بشكره طبعا على وجوده والدوافع اللي بيديها لنا والدعم اللي بيديه لنا، ويمكن كل مره بنقرر ان هم بعد ربنا هم الداعم لينا، هم اللي بيساعدونا ويساعدوا الفرقه ويساعدوا النادي عشان يبقى افضل وافضل. وده اللي احنا بنحاوله من خلالنا ومن خلال اللعيبه، اللي احنا نعمل اقصى ما عندنا عشان نسعد جمهور النادي الاهلي. يعني انا عارف ان هي بطوله غاليه بالنسبه لهم وبطوله غاليه بالنسبه لنا برضو، وتحدي كبير لينا. اعتقد الحمد لله احنا في الطريق ليه، عشان ان شاء الله نفكر في البطوله تانية ان شاء الله، وطموح تاني باذن الله. كابتن سامي وتمنى لك التوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي ومصطفى المدرب العام للفريق. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، 3 نقاط جديده، ويا رب دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، الف مبروك، 5 نقاط من 6 مباريات، رحسم الدوري باذن الله لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا الف مبروك النهارده، المكسب هو المهم. أنا من وجهة نظري مش شايف إن المباراة النهاردة أفضل كثيرا من مباراة فيوتشر، بس فيها مكسب يا أسامة. كان ممكن فيها مكسب بس كان ممكن الموضوع يتغير، كان ممكن جدا مباراة فيوتشر هي اللي تبقى مكسب والنهاردة تعادل. بس المكسب تملي بيخلي الناس كلها مبسوطة، وحتى مستر كولر لو جه في المؤتمر هتلاقيه مبسوط عن مباراة فيوتشر. أيوة. رغم ان انت جيت لو عملت احصائيات الماتشين، يعني انا قلت لك قبل الماتش، قبل ما نبتدي الاستوديو، في 14 ضربه ركنيه في مباراه فيوتشر. النهارده مثلا في 2 أو 3 في الشوط الاولاني، وفي 4 في الشوط الثاني، 7.5 تقريبا ضربات الركنيه. لو حسبت عدد الفرص اللي راحت مننا في ماتش فيوتشر، والنهارده ماتش فيوتشر راح مننا فرص اكتر يعني. بس تملي المكسب بيخليك راضي، يعني بيخليك مبسوط، حتى لو في اخطاء ما بتحسش بيها زي ما بتطلع متعادل او مغلوب. ده طبيعي يعني، سواء من الجماهير، سواء من المدير الفني، سواء من الاستوديوهات التحليليه. تملي المكسب هو اللي بيخلي الشكل افضل. فانا شايف انه مباراه فيوتشر برضو احنا يعني ضيعنا، كان فوز سهل جدا، ما كانش صعب. النهارده ربنا عوضنا بالجون بيرستاو، اللي هي كلها اتعملت كويس يعني. هي كان فيها كفاح من ساعه ما اترفعت المره الاولى، ثم تترد، ثم من مجدي قفشه تاني، وتقريبا رامي او حد لعبها بدماغه. راحت لخالد قاتل، يعني قاتل عليها لغايه لما جت لبيرستاو وجت جون. فانت جبت هدف وحققت اللي انت عايزه، ويعني همشي معاك انت انا بقول لك انا رسمي بالورقه والقلم، انت محتاج 5 نقاط في خلال 6 مباريات. احنا عايزين نحسمها مبكرا. صعب قوي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله النادي الاهلي هيحسمها، وهيحسمها مبكرا، وان شاء الله نبارك على الدوري العام. عشان انت وعادل يعني تهدوا كده. هو عادل، هو كمان ده عادل، بس هو ده كمان دخل مع عادل؟ هو لا، اصل انا كنت قلقان جدا الشوط الاولاني لما عدى الشوط الاولاني. لا، بص انت على طول قلقان. ايوه من انت على طول قلقان قبل شوط اول تاني تالت. اكسب انت بس الماتش الجاي، وسيراميكا تكسب وخلاص. لا، انا وجهه نظري، لا مش وجهه نظري، انا اتمنى حاجه تانية. تتمنى زي ما تتمنى، انما انا اتمنى بكره يبقى في الجزيره حاجه تانية ان شاء الله. يعني نكسب الاتحاد، تفرقش معايا هاخد الدوري ازاي؟ نكسب نكسب الاتحاد ان شاء الله، نكسب الاتحاد وناخد الدوري رسمي بعد ماتش الاتحاد ان شاء الله، الماتش اللي بعد ماتش الاتحاد. فالاصرار كان واضح من كل اللعيبه، بصرف النظر بقى عن المستويات الفنيه لكل واحد، لكن كلهم كانوا بيكافحوا النهارده، وجبنا جون بشكل كويس.
في كورتين في العرض النهارده وفي كوره طبعا لشريف اللي ضرب كوره عبد القادر وكوره شريف عبد القادر الشوط الاولاني وشريف الشوط الثاني الشوط الاولاني وبعدين كوره شريف الشوط الثاني دي ما كانتش موجوده ما هو خلي بالك في توفيق في الكوره صحيح انتوا على حللتوها انه فيها قوه زياده من شريف عشان عايز يضمنها لكن في لك برضو ان صح. ما كانت ممكن تضرب في بطن في العارضه وتدخل او حتى بتاعت عبد القادر كانت ممكن تبقى صح. ففي فرص راحت ليك يعني والاسماعيلي كافح على قد ما يقدر وعلى قد ظروفه الشوط الثاني نسبيا بقى عندهم خطوره شويه على المرمى عكس الشوط الاولاني بس خلي بالك الخطوره معظمها كان عن طريق اخطاء مننا ماشي هو في اخطاء طبعا من رامي ومحمد عبد المنعم رامي الكره اللي هو يعني يعتبر باللغه كده ورط فيها ديانج اللي هو جابها فاول وكره ثانيه لعبد المنعم اللي هو عايز يلف الشامي خطفها منه وكانت ممكن تيجي جون بس هو لحق نفسه قصدي الشبراوي اعتقد مش الشامي لحق نفسه ثاني وفي كره لياو انور اللي عمل لهم يعني ريحه من الخطوره يعني في واحده اول ما نزل عملها والشناوي طلع قبله وخبطوا في بعض يعني الى حد ما فمبروك للنادي الاهلي انه يستحق طوال ال 90 دقيقه اللي كان الافضل ويستحق المكسب وهارد لك للنادي الاسماعيلي وكلنا رغم ان احنا المفروض نبقى على الحياد مع كل الفرق ولكن بصفه خاصه بنتعاطف مع فرقه زي الاسماعيلي انه نتمنى انه يفضل في الدوري لشعبيته وتاريخه وكده وبنحب الفرق الشعبيه تبقى موجوده. انا يمكن بصفه خاصه هبقى متعاطف كمان مع اسوان عشان بلدي وكده لكن هما الفرقتين شعبيتين وليهم جماهير لانه معظم الفرق بقت فرق شركات وهيئات الدوري بدون الجماهير هيبقى صعب قوي بس يعني. انا ممكن احنا معلش انا ليا تعليق في الحته والمحله طبعا هو لحظه واحده بس الكوره دلوقتي بقت فلوس ما هو فلوس يا ايمن بس جماهير برضه ماشي يا كابتن معاك انا معاك بس في نفس الوقت ما هو انت ما تقوليش نادي جماهيري بس معهوش فلوس يصرف ما هو لازم نشوف لها حلول بقى يعني احنا بقى كدوله كاتحاد كوره بص كدوله كدوله كاتحاد كوره كمسؤولين ككل الناس ازاي نفكر انه الانديه الشعبيه دي يبقى عندها مواد ازاي ليها حلول ان هي لانه في النهايه الكره اصلا للجماهير مش هفضل انا العب كل الماتشات والمدرج بين فرق واخرى 12 13 فرقه في الدوري ممكن ما يبقوش 10 انفار بيتفرجوا على الملعب انت بتعمل الكره لمتعه الجماهير بتكسب من ورا الجماهير كصناعه بتسوق للجماهير حتى في البيوت في البيوت الناس بتتفرج غالبا على الانديه الشعبيه اكتر صحيح الانديه الشركات والمؤسسات عملت حاله ولكن مش هينفع الدوري كله هيبقى بس لازم لها حلول ونتكلم فيها وقت تاني دي عايزه حلقات وحلقات يعني طبعا. كابتن عادل طالع الاول بس هتطلع ولا لسه لا مش طالع لا طالع. الف مبروك قربنا ان شاء الله من استعاده الدرع تاني قربنا من استعاده الدرع بقول قربنا بص انا يعني انا مبسوط من حاجه مهمه كده احنا عملنا موسم جيد للغايه صح وده محسوب لمنظومه الكره في النادي الاهلي من اول مجلس الاداره الى الجهاز الفني اللاعبين وعلى راسهم جمهور النادي الاهلي ليه بقى انا بقول لك كده سيبك من البطولات اللي احنا خدناها اكلمك على بطوله الدوري بس بالارقام وبسرعه كده يا كابتن لما يكون الاهلي اكثر مكسب 22 مباراه اكثر فرقه كسبت ولسه عندها 5 ماتشات مؤجله اكثر فرقه جابت جوال لما يكون الاهلي اقل هزيمه بلا هزيمه مفيش هزيمه اصلا لما يكون الاهلي التعادل اتعادل 6 مرات مع انبي والاتحاد يعني يعتبر الثالث في الدوري مع انبي والاتحاد الاكثر نقاط 72 نقطه الاكثر تهديف 52 هدف الاكثر فارق 45 هدف الاقل استقبال 7 اهداف فانت بتتكلم على النتائج اللي انا بقول لك عليها دي تديك انطباع وانعكاس عن الحاله اللي فيها النادي الاهلي في الوقت الحالي كتير جدا كنا بنخاف على النادي الاهلي السنتين الثلاثه اللي فاتوا علشان في الوقت ده من السنه بنبقى عندنا انهيار بدني عندنا
بيبقى عندنا مشكلة كبيرة أو في الفرقة، وشفناه يمكن راح مننا الدوري سنتين مع حاجات أخرى. ولكن خلينا أكلمك كمان، أنت كنت ممكن لو أنت بدنيا قوي كنت تقدر أنك أنت ما تخليش حد يقدر يظلمك أي ظلم يعني. ولكن في آخر الأمر اللي أنا عايز أقوله لك، إحنا نجحنا السنة دي نجاح كبير جدا في الأمر ده، رغم أن لسه الدوري ولسه فيه ثلاث بطولات بره. ما هو لحظة واحدة، لو اتكلمنا على الموسم ده، إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تجيب البطولتين اللي فاضلين اللي هي الدوري، والدوري يقترب بشدة من النادي الأهلي إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين، وكاس مصر اللي هو المفروض هيتلعب في أغسطس، تبقى أنت عملت إنجاز تاريخي أعتقد ما فيش حد حققه قبل كده في تاريخ الكرة المصرية. ما هو اللي أنا عايز أقوله لك، أنا في الوقت الحالي أنا بقول على إن النادي الأهلي ماشي في الطريق الصحيح. سيبك من المباريات الأخيرة، أنا بكلمك على الإسماعيلي والمباراة اللي قبليها اللي هو فيوتشر، أنا بكلمك على في الوقت ده من السنة ما كنتش بتقدر تلعب مباراة زي دي. نجاح الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي إنك أنت بتلعب، يعني مش عايز أقول لك أنت كويس قوي لكن بتقدر تكسب. بس يعني الماتش ده في إجهاد برضه يا كابتن عادل. طبعا ما هو يعني، لا كان الأول يعني كان بيبقى فيه إصابات وملموس كمان كابتن، الأول كان بيبقى فيه إصابات. انت بتلعب مباريات اكتر من لعيبه من مباراه الدوري، الناس انت بقالك كم ماتش؟ طيب تعال رجعني كده في اخر خمس ماتشات، كل يومين ثلاثه ماتش، يعني انت لعب خمس ماتشات اللي من اول ما رجعت من الوداد. الوداد امتى كان بطوله نهائي فاينل؟ شوف الرقم، شوف تاريخ مباراه الوداد الى النهارده وعد المباريات، هتلاقي نفسك واللي جاي بتلعب ولسه اللي جاي كمان، هتلاقي نفسك بتلعب كل حوالي مباراة. كل اقل كمان يعني كل مثلا 36 يعني 36 ساعه من المباراه 52 او 53 يعني عندك مشكله كبيره قوي في الحته دي. وكان السنه اللي فاتت انت كنت بتعاني منها، صحيح. السنه دي انت ما بتعانيش منها، بدليل ان انت بتقول عندك اريحيه في حته انك انت كسبت الدوري او هتكسب الدوري ان شاء الله، عندك راحه نفسيه انك انت في الوقت ده من السنه ماشي كويس. الحاجه الثانيه المهم، واخد اربع بطولات لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ولكن خلينا نبقى خمسه في الطريق ان شاء الله، وان شاء الله الخمسه، ولكن خلينا نبقى بنفهم. اتفضل، خلي بالك حط تحتيه 40 خط، الموضوع ده ما بيجيش هباء ولا اعتباط، الموضوع ده بيجي شغل وفكر. النادي الاهلي اشتغل كويس وعمل فكر كويس من بدايته، الراحه بتاعه اللاعبين، القرار اللي احنا كنا فاكرينه ممكن يبقى غلط لكن القرار طلع صح و100% ده واحد. اتنين، احضر جهاز فني على اعلى مستوى، كولر مستوى عالي، بنتكلم في راجل عمل انجازات وعمل شغل كويس في النادي الاهلي ولسه ما زال بيلعب على البطولات، ده برضو اختيار جيد جدا، علشان احنا لما بنيجي يبقى بيحصل اي اخفاقات احنا بنحمل الادارات كلها الاخفاق، انت فاهمني يا كابتن؟ ولكن في اخر الامر مبروك للنادي الاهلي النهارده المكسب، انا بقول خلاص احنا في الخطوات الاخيره، المباراه تلعب يعني تكسب ولا تلعب، انا بتكلم في الامر احنا لعبنا كتير. لو احنا كنا الافضل النهارده برضو كابتن عادل، انا بكلمك على ايه، على المستوى العالي قوي. انت بتتكلم انك انت عندك كورتين في العارضه وعندك كذا يعني كذا هجمه كويسه، لكن انا مش الامر كده، في الوضع الطبيعي انت لو في البدايه تكسب النهارده 4-5. والحاجه الثانيه المهمه انك انت عندك لعيبه نجحت ودي حاجه كويسه قوي، عندك لعيبه زي النهارده ما هو بيرسيتا وكسبك. كسبك مباراة، بيرسيتاو من أفضل اللعيبة كان في بطولة أفريقيا، صحيح. حسين الشحات، عندك الناس رجعت لمستواها، عندك علي معلول، وديت فرصة لبعض اللاعبين، وديت فرصة لا ما أنت خلاص بقيت 17 18 لعيبة كابتن، صحيح. أنت بقيت 17 18 لعيب مهم، أيوه. ما تعرفش أنت ولا إحنا من أساسي ومن احتياطي، لا ومن أساسي ومن احتياطي، صحيح. يعني أنا أقول لك ممكن نوصل لـ 20 في الوقت الحالي، هقول لك الـ 20 ما حدش فينا يقول عليه أساس ولا احتياط، لان بياخد وده بياخد، هو ده المعادله اللي عملها كولر الجيد. طيب نروح بقى للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Das hat sich bestätigt. Wir haben
erste Halbzeit uns ja, schwer getan. Wir konnten uns nicht durchsetzen. Wir haben zu gemächlich gespielt. Und ich habe das in der Pause angesprochen. Und dann war die zweite Halbzeit war besser provoziert, war besser umgesetzt auch. Und klar, am Schluss ist dann hektisch geworden wieder, weil wir einfach auch noch zu wenig Ruhe in uns haben, zu sagen, okay, wir lassen den Ball laufen. Jedes Mal, wenn du den Ball verlierst, hat der Gegner natürlich wieder die Möglichkeit, einen Angriff zu betätigen. Und ja, das ist das, was wir besser machen müssen und noch besprechen müssen. الماتش ما كانش سهل وانا توقعت كده من قبل الماتش قبل المباراه ان المباراه مش هتكون سهله وده اتاكد في سير المباراه. الشوط الاولاني برده كان عندنا صعوبات في الشوط الاولاني احنا صعبنا الجيم على نفسنا كنا بنلعب بتراخي شويه مش قادرين نخترق ما بنتحركش كتير. الشوط الاولاني عدى بدون ما ان احنا نعمل الكره اللي احنا عايزينها والتراخي اللي انا بتكلم عنه. فبين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ازاي ان احنا نغير ده. نزلوا الشوط الثاني كانوا احسن شويه كان حاولوا ان هو يكون في ازعاج اكتر للمنافس في حركه اكتر في محاولات اكتر واختراق اكتر. جبنا جون بعد كده بدات بعد في اخر المباراه اصابتنا حاله بتيجي كل فتره كده من التسرع في وقت المفروض ان انت تبقى هادي اكتر. التسرع ده بيتسبب ان انت بتفقد الكره كتير فبيبدا المنافس ياخد الكره يبدا يخلق عليك محاولات او يحاول يروح فده بيخليك تخسر جهد في حين ان انت وانت هادي بتبقى محتفظ بالكره المفروض بتنقل الكره بتكون هادي بالكره. ده احنا افتقدناه في اخر المباراه وده هنتكلم فيه لان ده لازم نتحسن فيه في الفتره الجايه احسن من كده. Ich gratuliere dann für den Sieg heute. Man hat gesehen, dann, dass das Mittelfeld dann wegen des Fehlens von Hamdi gelitten hat. Hamdi hat eine ganz große Rolle mit ihnen gespielt, offensiv und defensiv. Haben die Ersatzspieler von Hamdi auch die gleiche Leistung gezeigt? Wie zufrieden sind sie mit der Leistung der Ersatzspieler? Hamdi ist jetzt weg und hat das offiziell angekündigt, dass er dann gewechselt hat. Und werden Sie neue Spieler verpflichten in diese Position, die Ihnen helfen können? Ja, Hamdi war natürlich ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Er ist jetzt aber nicht mehr da und andere Spieler, die spielen anders als er. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie da Urteil abgeben oder vergleichen, der mit dem. Es ist, jeder Spieler ist individuell und wir müssen schauen, dass, oder der Spieler selber muss schauen, dass er die beste Leistung bringen kann und ich als Trainer muss schauen, dass ich das Beste zusammenfüge oder versuche, das Beste zusammenzufügen, damit wir erfolgreich sind. Und das hat dann nicht jetzt speziell mit dem einen oder mit dem anderen Spieler zu tun. حمدي طبعا بالتاكيد كان لاعب مهم جدا معانا وكان ليه دور كبير معانا الموسم ده في كل الادوار اللي كان بيعملها. لكن كل لعيب حاله مستقله. انا ما احبش ان انا اقارن لعيبه ببعض. اللعيبه اللي موجوده بتادي وانا بحاول كمدرب ان انا اطلع من كل لعيب احسن ما عنده وان المجموعه كلها تبقى متسقه مع بعضها. لكن كل لاعب ليه مميزاته وكل لاعب ليه سماته الخاصه. كل لاعب حاله فرديه لوحده. فانا ما بقارنش عمري لعيبه ببعضها او اقارن حد بحد. كل واحد ليه ادوار وانا بشوف الادوار ومميزات كل لاعب وابدا ان انا اوظفها في مصلحه الفرقه. لكن انا مش في مجال ان انا اقارن حد بحد واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتشات كويسه بكل الموجودين. Wir müssen uns verstärken, wir müssen neue Spieler holen, suchen, aber da ist jetzt aktuell noch nicht so weit, dass wir da schon Verpflichtungen bekannt geben. احنا فرقه كبيره واي فريق كبير لازم بيعمل تدعيمات عشان يقوي نفسه ومحتاجين ان احنا نقوي نفسنا دايما طول الوقت وده سمات كل الفرق الكبيره. لكن احنا ما قررناش اي صفقات او ان احنا ما خلصناش مع اي لاعب عشان اتكلم في النقطه دي. Ich gratuliere dann für den Sieg dann an ganz wichtige drei Punkte gegen einen starken Gegner wie Ismaili. ساعد المدير الفني على انه يعمل روتيشن
بنلاحظ في كل ثلاث ماتشات يعني ثلاث اثنين بيلعبوا وراء فيعني ده محتاج مجهود كبير فبنلاقي تغييرات كثيره فريق الاهلي ومع ذلك نجح ان هو يحافظ على اداء النادي الاهلي وقوامه والشراسه الهجوميه للنادي الاهلي وده اللي ساعد فيه Hat Ihnen geholfen, denn dass Sie einen großen Kader mit qualitativ guten Spielern, dass Sie Rotation machen können oder rotieren können? Man sieht schon, dann Sie spielen alle 48 Stunden fast dann ein Spiel und trotzdem machen Sie viel Rotation, Sie wechseln viel Spieler, aber alle sieht ähnlich aus dann, was die Aggressivität angeht, was die Offensiv angeht, dass die Mannschaft zeigt fast die gleiche Leistung immer, obwohl dann viele Spieler rein und rausgehen. Hat das Ihnen geholfen, dass Sie einen großen Kader mit qualitativ guten Spielern haben? Ja, das ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn man so viele Spiele hat, so viele Meisterschaften und Turniere spielt, dann ist wichtig, dass man natürlich auch rotieren kann. Das geht nicht, dass fast immer die gleichen spielen, weil irgendwann bist du müde und das haben wir jetzt auch gesehen, dass es schwierig ist und dass natürlich Champions League mit dem Highlight, mit dem Finale, mit dem Sieg, dass da ein bisschen Druck weg ist und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir ja, jetzt das auch gut zu Ende bringen, dass wir die Spannung halten, dass wir uns natürlich auch quälen, da muss man manchmal auch quälen und das ist gut, weil die Spieler, die hier dabei sind, die haben ja jetzt auch 10 Monate oder fast alle 10 Monate mit uns mittrainiert. Also das ist das Gleiche. Wir versuchen allen das Gleiche zu vermitteln. Okay? Und mit dieser Rotation ist es natürlich so, dass wir das gleiche System spielen, dass der Spieler weiß, okay, wir attackieren oder wir ziehen uns zurück oder wir wollen lange Bälle oder wir wollen kurze Bälle. Und das ist gut, wenn das natürlich alle mitbekommen. ايوه طبعا مهم جدا التدوير انا بشوفه من اساسيات الكوره بالذات مع فرقه بتلعب ماتشات كتير جدا زينا وعندها بطولات كتير بتشارك فيها في وقت واحد فلازم ان يبقى كل الفرقه جاهزه ما اقدرش ان انا اعتمد على عدد معين بس من اللعيبه والا هيجي في لحظه من اللحظات هيبقى اللعيبه دي هتنهار بدنيا وذهنيا ونفسيا فلازم ان انا دايما بغير فيهم طول الوقت وان انا اخليهم كلهم على مستوى متقارب عشان اقدر ان انا اقدر اعدي بيهم كل المراحل دي او البطولات دي كلها احنا شايفين بعد دور الابطال مثلا بطوله دوري الابطال اثرت بعد الفوز بالبطوله اثر ذهنيا على لعيبه كتير ان بدات الدوافع تقل شويه بدا يحصل استرخاء شويه فبتبقى محتاج تدوس على نفسك كمدرب او كمان كلعيب ان انت تطلع من الحته دي وان انت تجيب مستواك وتجيب دوافعك عشان تقدر تجيب احسن ما عندك وده اللي بيساعدنا فيه دايما برضو التدوير ان الدوافع بتتغير اللعيبه بتشارك عشان كده كمان مهم ان انا طول الوقت اللعيبه دي معايا بقى لها 10 شهور كلهم بيتمرنوا معايا نفس التدريبات كل يوم مهتم بكل اللعيبه زي بعض بالظبط بحيث ان انا اي لعيب بيتحط مكان لعيب بتبقى المنظومه شغاله اللعيب بينزل اللي نازل عارف امتى بنضغط امتى بنرجع امتى بنلعب طويله امتى بنلعب القصيره كل ده خلاص اللعيب حافظ المنظومه بتاعتي لانه معايا 10 شهور ومهتم بيهم كلهم زي بعض كله بيشارك بحيث ان احنا طول الوقت نقدر يبقى عندنا فرقه كامله جاهزه طول الوقت ما يبقاش في تاثير مع غياب اي حد. Gratuliere dann für den Sieg, ein ganz wichtiger Sieg. Und wir kommen näher zu der Meisterschaft. Ihre Mühe mit der Mannschaft sieht man mit den Spielern individuell, aber auch mit der Mannschaft als Ganzes. Wann sehen wir die Ahli-Spieler vor dem Tor schießen genug Tore? Ja, wir hoffen schon beim nächsten Spiel. Wenn ich meine, inshallah, das Match geht. Ja, das ist halt. Ja, ganz viele Spiele. Ja. Wir vergeben zu viele Chancen. Ja. Und alle geben zu viel Mühe, dass wir Chancen kreieren. Ja. Aber die Chancen, die vergeben werden, das ja, nimmt das zu viel Kraft. Ja, klar. Aber es gibt keine Mannschaft, die jede Torchance verwertet. Und, تضيع الاهداف طبعا بيضيع جهد لكن مفيش فرقه في العالم بتجيب كل الفرص اللي بتجيلها. Und wir schießen viele Tore, wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und wir haben trotzdem noch viele Torchancen. Und da müssen wir halt einfach auch konzentrierter sein, bewusster sein, noch aggressiver. Und das ist natürlich kann man das auch im Training dann schulen, aber wir haben
alle drei Tage, alle vier Tage ein Spiel. Also es ist schwierig, regelmäßig zu trainieren und das kann man eigentlich im Training, muss man das immer wieder verlangen. Und das ist die Schwierigkeit, weil man eben nicht mit allen immer regelmäßig trainieren kann. طبعا ده بيحتاج عشان خاطر ان احنا نجيب جوان اكتر. احنا لغايه دلوقتي طبعا الحمد لله احنا في المركز الاول في الدوري، يعني متصدرين الدوري، اقوى هجوم، اكتر ناس بتخلق فرص، لكن بنضيع جوان كتير. ده بيحتاج جزء منه تركيز، شراسه، هدوء امام المرمى، وجزء منه بيبقى تدريب كمان، ان الواحد يدرب اللعيبه اكتر على ده. لكن لما بيبقى كل 48 ساعه بتلعب ماتش، يعني ماتش وبعدين يومين وبعدين ماتش، بيبقى وقت التدريب بيقل كده كده، فبيبقى الفرصه ان انت تحسن اللعيبه في الامور دي بتقل شويه. لكن احنا بنحاول قدر الامكان نشتغل معاهم في الوقت القصير ده، ان احنا نحسن الحاجات دي، وان احنا نكون اكتر هدوءا، اكتر شراسه وتركيز قدام الجون. Bin aber auch froh, dass wir uns viele Möglichkeiten rausspielen, weil das heißt auch, dass wir uns Torchancen rausspielen. Aber klar, als Trainer auch oder die Spieler auch wären sicher auch selber froh, wenn wir noch mehr Tore schießen würden. Und das ist und auch Arbeit, das ist Konzentration und da können wir weiter dran arbeiten. لكن أنا أكيد كمدرب برضو من الناحية التانية سعيد جدا بكم الفرص اللي بنخلقها، لأن ده بيبين برضو الشغل اللي إحنا بنعمله، إن هو بيخلينا نوصل لجون كتير. لكن وأكيد ده برضو اللعيبة حاسة بيه، اكيد هيسعدني اكتر ان الفرص دي تبقى اكتر منها اهداف. ونفس الشيء بالنسبه للعيبه، زي ما قلت لحضرتك محتاجين تركيز اكتر امام المرمى وشراسه اكتر، هنقدر نجيب اجوان اكتر من كده. كابتن ناصر طبعا سمعنا مستر كولر في المؤتمر، طبعا هو راضي عن المكسب، راضي طبعا عن الحاله في الفتره ديت بالنسبه للعيبه، وهو قال بالظبط ان انا متوقع قبل المباراه ان المباراه لن تكون سهله. والشوط الاول ما عجبوش الاداء بصفه عامه، ما اتكلمش على حد معين يعني، وواجهنا صعوبات كتير، وان هو اتكلم مع اللعيبه بين الشوطين لتغيير الاداء، وقال ان الفرقه الشوط الثاني اتحركت بشكل افضل واحرزنا هدف، وبس بعد الهدف حصل نوع من التسرع، كان المفروض نهدى بعد الجول، ولكن حصل نوع من التسرع مما ادى الى فقدان الكره للفريق المنافس، واللي هو عن طريق الكور دي هدد بيها مرمى. اتكلم كمان يعني، هو في واحد من الصحفيين كلمه عن حمدي فتحي وتاثيره ان هو مشي، هو قال ان هو طبعا كان لاعب مهم، لكن هو ما بيحبش يقارن لعيب مع لعيب تاني، وان هو بيوظف كل امكانيات اللعيب لمصلحه فريق النادي الاهلي. طبعا اتكلم برضو عن الجزء اللي هو اتكلمنا عنه كتير، ان يجب ان يكون كل الفريق جاهز. حته الجاهزيه ديت بيتكلم عنها بقاله فتره، وعشان كده بيعمل عمليه تدوير، علشان في كم مباريات وضغط بطوليات وضغط بطولات رهيب جدا 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 السنه دي بيعاني منه النادي الاهلي. قال بعد دوري الأبطال، بعد ما حصلنا على البطولة، تأثر بعض اللاعبين ذهنيا، وفي ناس حصل لها نوع من أنواع الأريحية والاسترخاء أو الترجمة، يعني قالوا استرخاء، ولكن هي قصده حالة من الأريحية، إن أنت كسبان بطولات، مش تشبع، ولكن أنت قريب كمان ان انت هتحصد ان شاء الله بطوله جايه، فايه في نوع من الاريحيه عند بعض اللاعبين، فمأثره شويه. بجانب حته الاجهاد طبعا اللي اتكلم عنه الجهاد الذهني، فقال ان في بعض العناصر فقدت الشغف، زي ما قلنا قبل كده في موضوع ان هو احيانا غصب عن اللعيب تبقى حاجه نفسيه من جوه، بيجي لك حته تشبع بالبطولات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، والامور ماشيه، واخد بطوله واخد الثانيه واخد الثالثه واخد، فايه في بتبقى في جزء من الاريحيه دي يعني مش مسؤولين عنها اللعيبه، لان دي حصلت لنا قبل كده في اوقات كتير يعني، فدي نفسيا بتحصل، هو اتكلم عنها. فعشان كده بيقول ايه، او قال لازم خلق دوافع جديده، والتدوير بيساعده على النقطه دي. اتكلم عن
الفرص السهلة كالعادة. هو مستر كولر دايما بيتكلم على ضياع الفرص، قال ان احنا بنخلق فرص كتير جدا، مفيش فريق في العالم بيجيب كل الفرص اللي بتتاح له، ولكن احنا ما زلنا اقوى خط هجوم، يعني عندنا خط هجوم قوي بالارقام. قال ان النقطة دي بالنسبة لخلق فرص على المرمى، هو قال احنا تقريبا اكتر فريق في العالم بيجي لنا فرص، ولكن يعني في بعض المباريات بيتحقق فيها الهدف بالمكسب، ولكن هو بيحاول كل مرة ان هو يعالج النقطة دي. وطبعا المكسب او الهدف من المباراة اتحقق، هو الحصول في الوقت دوت على الثلاث نقاط. يا كابتن شريف، تكملة لكل اللي قاله الراجل، اولا عايز اقول لك حاجة. الاداء اللي انت بتتفرج عليه، اداء النادي الاهلي ده، احنا في نهاية موسم مظبوط، وانك تلعب بهذا الشكل وهذا الكم من الفرص والوضع بتاعك اللي موجود في الترتيب العام بالنسبة للدوري او بالبطولات اللي انت احرزتها او البطولات اللي انت مستنياك عشان هتشترك فيها، فده شيء يحسب والحمد لله. الله اكبر كمان، ها يعني اول سنه تعدي علينا ما عنديش اصابات بشكل كبير. يعني الجهاز الفني والجهاز الطبي، حتى لما بتحصل لك اصابات بنلاقي لعيبه بترجع بسرعه. ده الجول يا كابتن. ما هو ده الزياده العدديه اللي احنا اتفقنا عليها، اللي لازم تكون موجوده من اول المباراه في كل مباراه. لازم اي حد من يروح الناحيه الثانيه او الكور العرضيه اللي بتتعمل دي، لازم يكون في اثنين ثلاثه عندهم دوافع ان هم يجيبوا جول. او ان هم يخلصوا المباراه. فكره زي دي بتخلص مباراه، وهذا الشكل بينطبع طبعا على الملعب وعلى الجماهير وعلى الاجهزه الفنيه وعلى كل حاجه. الشكل اللي احنا فيه ده انك انت يحصل تفاوت في اهدار فرص او تفاوت في اداء لعيبه او اي حاجه بتيجي في حاله 1-0 او تعادل او اي حاجه، احنا دايما بنتكلم على اللي لازم يتعمل. ولكن في حاله واحنا بنكسب ثلاثات، ها اي تكسب ثلاثه، طيب تكسب ثلاثه اتفضل. انا عايز نحلل بس الجوله يا كابتن بعد اذنك من البدايه. دي كوره من قفشه، لا بالراحه، هاتلي ثاني، هاتلي ثاني، هات لي الجول ثاني. لا عايزك تعد من البدايه، عايزك تعد كام واحد احمر جوه ال 18. ماشي كويس. اي و لانك كانت كوره ثابته وضع طبيعي. طب بص كام واحد كويس، ما هو ده اللي مطلوب. انا إيه؟ اي ده ممكن تخبط في لعيب من الاسماعيلي. مين يعمل اللعيبه بدماغه ولا رامي؟ عايز احمد عبد الله. محمد مين؟ احمد عبد الله اللعيبه بدماغه. طيب قفشه هيلعب. بص احمد عبد الله، احمد عبد القادر يلعب، وخالد هو اللي لحقها من على الخط. بس انا عايز اشوف الكره بتاعت وهو بيحط رجله فيها بيرسي تاو. وبص ايوه كده هو حاططها. ايوه كده هو حاططها وهي سريعه. ايوه حسينا انه بيوقفها. ايوه بس هو لا هو حاططها لانه وجه رجله على الجول. واي رد فعل في المنطقه دي بيوقفها بقى، جات له مفاجاه. أيوه. اي حاجه هي هدف. مظبوط فهمتني. انا اللي بقى اللي مستغرب له في الكره دي. ايوه لا ثبت الكره خلاص، هي كره جول بس ثبت الصوره بعدين. مجال تروح في حته. لا 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 احنا نثبت الصوره على كده. كويس كويس قوي. الراجل بتاع الاسماعيلي اللي هو الاسمر سيرجياك. سيرجياك سيرجياك واقف ورا الخط بره الملعب، وفاكر ان هو كده لو الكره فيها شبه بخروجه بره الملعب يبقى هو كده في حاله تسلل، والكلام ده عفى عليه الزمن واتغير من زمان. ده لو في فعلا حاله تسلل، مفيش حاله تسلل اصلا في اللعب. كان زمان من 20 سنه كان زمان، والقانون اتغير، هو كده يعتبر متدخل في الكور. لا وهو خارج بمزاجه ولا متعور ولا لا لا حتى لا لا لا, لا, لا حتى لو كده هو اكا كان صغير ما خد بعضه وخرج حتى لو كده. فبس هو دلوقتي كده طبعا موقفه غلط. والكرة انا اللي مستغرب له ان الحكم لا الفار. الفار والحكم الفار الفار تدخل في اللعبه دي، وقفوا اعلان. ازاي الفار تدخل في اللعبه دي؟ ازاي الكره الثابته؟ انت ناسي الكره الثابته اللي انا مستغرب. بس ازاي الفار تدخل في اللعبه دي؟ ما هي دي زي دي يعني. انا مستغرب لها بصراحه. لسه القوانين عندهم
قديمه للقوانين القديمه الظاهر ما نعرفش يعني. اما كره زي اللي اتكلمني فيها وكره ثابته بتتلعب لواحد وبعدين يحسبوها اوف سايد, في حاجات بتبقى صغيره كده ولكن بتعدي. ايوه وفي حاجات كتير قوي ليك وعليك. ايوه كابتن عشان تبقى في الملعب مش هنقف عند الحاجات دي, ولكن احنا نقف عند اللي انا نفسي اتكلم فيه دلوقتي, ان انا عندي الاداء ده في نهايه موسم دي حاجه انا بقالي سنتين ثلاثه مش قادر امسكها في ايدي, بقالي سنتين ثلاثه ببحث عنها. احنا كنا بنلعب ب 11 لعيب و 12 لعيب في بطولات كاس العالم للانديه, ما عندناش نكمل موسم ببعض اللعيبه, لكن هو ده الايجابيات اللي موجوده السنه دي الحقيقه. صحيح الراجل عامل حاله من التدوير, حاله من اشتراك جميع اللعيبه, حاله من المردود بتاع اللعيبه, بيحسس كل لعيب انت لعبت النهارده كويس, انت معايا بكره. ايوه على فكره يا كابتن بص, ده مش اول مره بيرسي تاو يجيب جول في الاسماعيلي, ده يمكن الهدف الثالث لبيرسي تاو في الاسماعيلي. هو مره في مباراه قبل كده احرز هدفين بيرسي تاو. يعني اهو ده الماتش اللي هو بيرسي تاو لما جه جاب جونين. جاب جونين. ايوه معاك يمشي ويعمل يعمل الرقصه بتاعته. ايوه بالظبط انا. ايوه ده ثالث جول لبيرسي تاو في ده اول ما جه بيرسي تاو بالنادي الاهلي, ودي العرضيه اللي جابها. ايوه بالظبط حطها دي حاطتها بقى دي حاطتها الثانيه. فهو جايب ثلاث اهداف مبروك عليه زي كده. وانت جايب كام في الاسماعيلي؟ كام جول؟ جبت دي حاطط في الفاينل جبت ثلاثة. دي اصلا لا كلنا ثلاثة. انت جبت ثلاثة برضه؟ ثلاثة. فبس بس هو ده ثالث جول النهارده بالنسبة لبيرسي تاو في النادي الاسماعيلي. يا كابتن أسامة عرابي. ايه؟ ثالث جول لبيرسي تاو في النادي الاسماعيلي النهارده. كويس يبقى من هدافين الاسماعيلي زي كابتن صالح سليم الله يرحمه جايب 10 تجوان ممكن سبعة أصلاً. سبعة جاب سبعة. لا جاب سبعة في ماتش واحد. سبعة لا بس لا مجموعهم كله 10. كان بيضحك ليه بعد الهدف؟ مين؟ مشيش مشيته ليه؟ مين؟ هو بيرسي تاو. يا كابتن شريف؟ ما احنا قلنا بقى. قلنا ايه؟ جود جول. ايوه. ان ذا جول. اوكي. بالظبط. فولو مي. فولو يو. انت عايز تقول ان هو يعني لا ما افتكر يعني. نعم. انا قلت لك حاسب مفاجأتها يعني. بس هو اتصرف فيها كويس يعني, هو حط رجله كويس في الكوره. رياكشن رد فعله. لان رد فعله كان كويس جدا في الكوره. انتم محسسين ان الكوره تلعب بره في كوره جول. لا بالعكس كوره جول. حطها كويس. طبعا. حطها كويس قوي كمان, اقول لك ليه؟ لانه ما تعزمش فيها. مظبوط. ايوه صح. هو ثبت رجله. وجه بس رجله. ايوه بالظبط. انت صح. بالظبط. انت صح. ايوه. فتثبيتة الرجل ده حاسس التهديف. صح. ايوه مظبوط. يعني هو ما تعافاش عليه, هو حاسس ان الجون يعني الجون بتاع عبد القادر اللي حط رجله بس كان بعيد فشطها جامد عشان تطلع فوق. ياما جبنا جوان خبطت فينا ودخلت, ايه المشكله؟ لا هي بص يا كابتن شريف, هو وقف كويس. طيب هي محسوبه, هي محسوبه محسوبه له حاجه مهمه قوي, تواجد في المكان ده. احنا موجوده, احنا ما قلناش حاجه. الفكر انه يتواجد في المكان ده, احنا عايزين 300 واحد يتواجد في المكان ده داخل جوه. انا والله 18 احنا مش بنقول ان واخد جوه داخل جوه. احنا بنشرح الكوره مش لا عملها صحيح. كويس يعني. صحيح. بص ايه اللي بكلمك عليه, ودي عبد القادر شاطها بعزم. حصلت ايه لو كان بيرسي تاو شاط الكوره اللي جات له دي بعزم كان ممكن تطلع فوق, لكن في مزبوط. الوقت ده عمل ايه هو الكوره دي كويسه قوي دي بتاعت دي كان لازم يحطها في البعيده مثلا ديانج, ولكن لعب على الجول. دي الكوره دي خمسه نقف بس نقف هنا بعد اذنك نقف هنا. ايوه بالظبط كده كابتن علاء, الكوره دي خمسه على ثلاثه. طبعا تسلم خطا محمد مجدي مبدئيا كان المفروض لازم يتلعب على اليمين طبعا, يعني بيرسي واقف في الوقت فاضي خالص. بس بيرسي كده لا لا خالص يعني, ده قبل ما يشوط. بص الراجل اتزحلق يعني. بص يعني كملها بس خطوه. بص نكمل خطوه, كمل خطوه بس كويس. وديانج كمان لا 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 بص هنا 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 بس ما يشوطش. ببص بيرسي عامل ازاي وده نام خلاص كويس, مش عايز يعملها بيرسي تاو, يعملها الناحيه الشمال من بدري. بس انا شايف بيرسي هو كان ممكن يعملها من بدري, بس بيرسي في موضع تسلل في الوقت بعد كده اوف سايد, لكن اثناء الكوره لا. حتى بص بيرسي تاو الرد فعله عامل ازاي. نجيبها من الاول. ايوه بالظبط كده ماشي. شريف عملها حلو دي قوي. شريف جابها كويس. بص بيرسي تاو فين ومحمد مجدي بيشوط. كمل. لا كمل كمل دلوقتي بص. لا كمل كمان لسه كمان يا عادل. بص اهو بس هنا من قبلها شويه. لازم قبلها كمان شويه. قبلها شويه خلاص. بس
كمان دي سوي ايوه والله ايوه دلوقتي الكره دي تروح ناحيه الشمال واللي ما تروحش لاحمد عبد القادر تروح لاحمد يعني يا شمال او يمين بس ما شوتش وهتروح لبرتش تاو بعد كده ماشي يعني شمال يمين ما شوتش هو التصرف هو يعني اسوأ تصرف عمل محمد مجدي ان هو ما يشوتش لان انت زياده عاديه كتير قوي وفي ناس احسن منك في المكان ده ايوه يعني بالعكس انا كل ما الاقي واحد احسن مني حتى لو بفرق بسيط قوي العبها له اضمن الهدف طبعا. حتى لو هو ضيعها بس انا عملت الصح صح. هو محمد مجدي عمل الحاجه اللي هو عايز يعني عايز يجيب جول هو بس عملها ما طلعتش كويسه وبقى الخطا كله عليه هو مظبوط هو لازم يلعب الكره اعمل يعني دايما في كره القدم بقول لك ايه اعمل انت الصح بس يعني لو محمد مجدي عمل الصح واحد اثنين خلاص لكن أسوأ قرار خده محمد مجدي انه يشوط وطلعت شوطه وحشه قوي عارف لو شوطه حلوه ومثلا احمد عادل طلع كره وجت في قائمة عارضه ماشي لكن القرار وحش قوي محمد مجدي طبعا يعني فهمة. انت كان في ممكن لو جبتها تاني يا كابتن بتتعمل على طول الوقت إن بس الكره دي عملها افشل عبد القادر حلوه انا بقول لك بس ما هي كانت جامده بس انا عايز ارجع الكره تاني بتاعت مين اللي هي بتاعت افشل اللي شطها في الجون هجمه مرتد بص شريف جابها كويس قوي بص فين برجعه بعد اذنك هنا بص ماشي احيانا الثلاثه اللي هم بتوع الاسماعيلي المفترض انه بيرسي تاو لو خد دخل لجوه كان هياخد ده بقى اسمه ديانج كان ممكن يطلع من وراها تتحط له وتبقى جول اكتر من هدف بيحصل ده مثلا في الدوري الانجليزي بص تلاقي الراس حربة مستني ايوه بس لو ما لعبهاش بسرعه لازم يعمل الخطوه الثانيه يعني دي لانه هنا لو ما حطش مجد قفشه الكوره لبيرسي تاو لازم بيرسي تاو يغير مكانه خلاص أيوة. لانه بقى اوف سايد يا كابتن ايمن اللي انت شفتها يعني لو مشيت كمان برجو بس حاجه بسيطه مرجعه بعد اذنك اهو خلاص كده خرج بره اللعب انت فاهم هيخرج بره اللعب فلازم يغير من المكان بتاعه تاني يغير ازاي لا هيرجع ورا سنه بس خلاص زاويه التمرير قفلت عليه وهيبقى راح الاوفسايد ورجع لا يدخل لجوه وديانج ساعتها يطلع عارف لو هي هتبقى يعني مجدي قفشه المفروض ما يروحش بسرعته كده يبطئ سنه ليه لانه المسافه بتاعه ديانج وبيرسيتا ولو اتحطت لديانج هيبقى انفراد بس هي هجمه مقطوعه وهجمه المفروض تتعمل بسرعه هو القرار بس اللي خده قرارك هو في قرارين انت خدت القرار الاولاني انك تعطل ما اديتش البرسيتاو صح خلاص يبقى برسيتاو لازم يغير التحرك بتاعه ومجد قفشه لازم يغير القرار بتاعه يغيره بمين بعبد القادر يغيره بمجد بديانج ولكن ما يشوتش في الوقت ده لان الوقت ده الشوت يا كابتن ايمن المفترض انه صعب جدا حتى لو جت كانت تبقى سهله اكتر ان هي تدخل جون وشكرا يا برجاوي على ايمن عايزين بس نعلق على الكورتين دولت بتاعت مجدي قفشه وبعدين بتاعت ديانج كويس ماشي بس هو يا ريت برجاوي يرجعهم لنا دي الكره اللي جت في الايه لا قبليها ايوه دي الاولانيه أيوة. بص قفشه برؤيه واضحه يعني وتحرك كويس جدا من عبد القادر واحمد عبد القادر خد خطوتين بس حط فيها قوه جامد قوي وكان ممكن يحطها حتى كمان بباطن القدم مش ضروري بوش القدم صحيح. لكن طبعا الكره فيها كده ودي طبعا برضو علي معلول بدقه جدا لديانج بس ديانج مش من الناس اللي بتجيد ضربات الراس يعني كان بسهوله جدا بص علي معلول دي اللي في العرض لا دي طبعا لا دي اللي في طبعا تحرك حلو من علي معلول اللي هو الاوفرلاب لكن هو راح راجع لورا ووسع لنفسه حطها طبعا دي يعني دي بقى الحاجات اللي فيها عدم توفيق بس ايه مروان الايام دي وش رجله شغال كتير يعني شغال رجله وش رجله كويس يعني رجله كابتن جمال عبد العظيم زمان حطها له في البعيده دي بقى من الحاجات اللي فيها انلك شويه يعني عايزه توفيق كانت ممكن تبقى واطيه شويه تضرب في بطن العارضه وتخش مظبوط يعني حطها كويس لكن ما فيش توفيق فيها زي ما قلنا الايجابيات كتير والهدف اتحقق النهارده الحمد لله رب العالمين الهدف اتحقق فنتكلم بقى على جدول الدوري نادي الاهلي في المركز الاول
بعد 28 مباراة برصيد 72 نقطة. مش هنتكلم بقى على النقاط تاني اللي تحتيه المركز التاني بيراميدز، المركز التالت فيوتشر، المركز الرابع الزمالك، خامس المصري، سادس المقاولين، سابع انبي، تامن الاتحاد، تاسع فاركو، وناخد من المركز العاشر الى المركز ال 17. دول الفرق اللي هو بيتهددهم الهبوط ولو بنسب. يعني بالنسبه للنسب البدايه من سموحه في المركز العاشر نسبه بعيده شويه، ولكن بالنقاط لا، هو في المرحله بتاعه دايره الهبوط، وان كان بعيد نوعا ما ولكن بالنقاط هو قريب من الدايره نفسها. طيب نادي سموحه في المركز العاشر 36 نقطه، ناقص له مباراتين مع انبي والمصري. في المركز ال11 نادي البنك الاهلي ناقص له مباراتين، مباراه مصريه صعبه جدا مع غزل المحله، ثم مباراه مع فيوتشر. البنك الاهلي عنده 35 نقطه، ده المركز العاشر والمركز ال11. المركز ال12 سيراميكا كليوباترا ناقص له مباراتين، بيراميدز وانبي، وعنده 34 نقطة. مركز ال 13 نادي الإسماعيلي عنده مباراتين، الداخلية اللي بيصارع معاه على الهروب من شبح الهبوط، والاتحاد السكندري. نادي الإسماعيلي عنده 34 نقطة في المركز ال 13. في المركز ال 14 طلائع الجيش عنده 33 نقطة، وباقي له مباراتين، أسوان وبعدين بيراميدز. في المركز ال 15 أسوان ناقص له مباراتين، طلائع الجيش والداخلية، والاثنين عايزين يهربوا من شبح الهبوط، عنده 33 نقطة. مركز ال 16 الداخلية عنده 32 نقطة، وعنده ماتشين صعبين جدا 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 مع أسوان والإسماعيلي. مركز 17 غزل المحلة عنده 32 نقطة، وباقي له مباراتين، مباراة مع فريق برضو عايز يهرب من شبح الهبوط نادي البنك الأهلي، ومباراة في آخر أسبوع مع فريق حسمها بدري ونزل للدرجة الأدنى اللي هو حرس الحدود. كابتن شريف، توقعاتك للصراع تحت؟ داخلية وأسوان وحرس الحدود. طيب أنا هكتب على فكرة. هتهددني؟ اه. داخلية وأسوان وحرس الحدود. دول الأقرب؟ اه الأقرب. وحرس الحدود نزل خلاص. ما هم دول الثلاثة اللي هينزلوا. احنا عايزين اثنين مع الحرس، يبقى الداخلية وأسوان. الداخلية وأسوان. كابتن علاء. لا ما عنديش. ما تقدرش. لأنه أمر صعب. جدا، لأن مين كان متخيل إن الداخلية تكسب المباراة اللي فاتت؟ اه. كنا بنتكلم قبلها في الأستوديو هنا، أنا فاكر نفس الكلام، وبنتكلم راح الداخلية فوز الداخلية ومباراة سابقة أيمن صعب. قلب الجدول كله صح. على بعض الفرق. صح. فالتكهن صعب جدا، يعني خلاص الحرس يعني انتهى الموضوع. أوه. لكن اللي بعد كده لا. لو لو الداخليه ما كانتش فازت الماتش اللي فات كنت ممكن اقول لك، لكن اعتقد هيلعبوا بعض على ايوه الداخليه واسوان ماشي. الامور صعبه جدا يا كابتن شريف، ما تضمنش الفرق الثانيه هتعمل ايه، ما تضمنش نتيجه الماتش نفسه كمان. بالظبط، ما تضمنش حاجه، يعني هي التكهنات صعبه. انا في توقعاتي انا دول هيتعادلوا، ودي اللي ليه ما اللي هتوديهم ليه يتعادلوا. ما هو الداخليه على راي كابتن علاء كسب اسوان، تقييمي للفرقتين غير كل المباراه دي تطلع تعادل. طب هقول لك حاجه، تعادل سيراميكا المباراه اللي فاتت برضه قلب الدنيا. اه طبعا طبعا، عايز اقول لك ما انا كلمتك لما الداخليه كسبت كنا بنتكلم، وتعادل الاسماعيلي الماتش اللي فات مع اسوان في الاسماعيليه. بص يا كابتن شريف، المباراه القادمه ما تقدرش تكهن بيها، لا النتائج صعبه جدا. آه. جدا، ما تضمنش. أيوة. حتى لو قبل تبدا المباراه فريق اقوى من فريق، ما تعرفش اللي هيحصل في 90 دقيقه. مش بتكتب
صحيح. طب اكتب اهو على امتنع ايمن. بص أستاذ. هي في فرق بعيده نسبيا. سموحه سيراميكا. سموحه ليه سموحه؟ اولا 36 نقطه، ثانيا هيلاعب فرقتين مش من الهبوط، انبي والمصري. فسموحه ممكن حتى بال 36 نقطه بس من غير حتى لو خسر الماتشين يقعد. ليه بقى؟ لان انا مع شريف بس في نقطه. انت عندك في فرق هتلاعب نتائجها سواء ده كسب سواء ده كسب سواء اتعادلوا هينزلوا بعض. يعني مثلا اسوان عنده طلائع الجيش والداخليه. لو كسب طلائع الجيش وتعادل مثلا مع الداخليه اللي فوقيه ما هفق وقع الداخليه وقع طلائع الجيش. ما هو طلائع الجيش هيبقى عنده ماتش واحد صح ولسه 32 او 33 نقطه. مزبوط. برضو الداخليه عنده اسوان والاسماعيلي. فانت عندك اسوان اسماعيلي مع الداخليه مع الجيش مع طلائع الجيش هيوقعوا بعض فيهم لازم واحد على الاقل في الهبوط. مظبوط. على الاقل. طيب ما لازم تحصل نتائج. صح. لو قلنا الاقرب نفس الشيء غزل المحل عنده البنك الاهلي اللي هو بيلعبه في الهبوط. ايوه انت فاهم بيلعبه في الهبوط. بس الماتش ده خلي بالك حياه او موت بالنسبه لغزل المحل. ماشي. على ارضه لازم يكسب. عارف. طب انا اقول لك حاجه، غزل المحل لو كسب البنك الاهلي انا بقول لك غزل المحل اعلى لانه عنده الماتش الاخير حرس حدود 90% هيكسبه، هيبقى 38 بوينت. طيب. لو كسب البنك الاهلي. لكن لو خسر من البنك الاهلي اقصى حاجه هيوصل لها 35 نقطه. فسموحه اصلا 36. مظبوط. فانا عشان كده انا بقول سموحه مستبعد. انا وجهه نظري طبعا مستبعدين. مستبعد. احنا بنقول بنسب يعني بس. لكن في تشابك غير عادي بين اسوان والداخليه وطلاع الجيش والمحال وغزل المحال. اخلص قول اللي عايز تقوله. بس عايزين يقول مين؟ لا انا بقول لك لا ما انا بقول لك الاقرب. لا لا يعني احنا بعد كل المحاضره دي مش هنقول حد. لا في ماتشات امتنع زي بقى انا بتكلم صح. بس لا بس في ناس مستبعده من وجهه نظر. لا سموحه والبنك الاهلي غالبا مش سموحه. انا متفق معاك بعيد جدا طبعا لكن انا مش هقدر اقول طبعا الاربع فرق دول متشابكين. طيب كابتن عادل. طيب خليني اقول لك برضو الاسوان وطلاع الجيش والداخليه هيلعبوا بعض. يعني مع اسوان هيوقعوا بعض مع اسوان. اقدر اقول لك ان واحد فيهم الاثنين دول هينزل. طب ما احنا ما جبتش التايه. لا ما خلينا اكمل. اتفضل هجيب التايه بقى. 8 ايام بايه؟ الكابتن اسامه قعد 8 ايام عشان وما قالكش النتيجه. انا قلت لك النتيجه. اقعد دقيقه واقول لك. لا ما قلتلكش 2 بالظبط بس انا استبعدت لك 2 وقلت لك 3 اقرب 2 فيهم هينزل. انا قلت لك كده. قول يا كابتن عادل. ما اقدرش. لا ما اقدرش احدد بالظبط. ايوه مش معنى انا قلت 2 من 3. 2 من 3 محله اسوان الداخليه. هل هم طبيعي؟ أوه. اللي بيحصل ده طبيعي. انا محل اسوان داخليه. محل اسوان داخليه فرقتين منه. فرقتين منه. طيب خلاص. يبقى تقريبا يعني نفس الكلام اللي قاله الكابتن شريف. انا حددت. الكابتن شريف حدد قال الداخليه اسوان. انتوا حددتوا يعني نادي زياده غزل المحله ممكن يخش انا ما حددتش حد. المعمعه دي واثنين منهم ينزلوا درجه. انا ما حددتش حد. علشان اسوان هتلعب بعض. خلاص بلاش شرح احنا عارفين. والجيش كمان معاه. بلاش خلاص. ما هو ده خلاص. السنه الضوئيه اللي بيتكلموا عنها. اللي يهمنا ان النادي الاهلي ان شاء الله يحسمها بدري باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحياه التحكيميه. انتظرونا.